لأكثر من 7 عقود حافظت عائلة من محافظة ديالى اسمها عائلة الكواز على عملها بحرفة صناعة الفخار. أبناء العائلة اليوم ورثوا الحرفة أباً عن جد، وصاروا العاملين الوحيدين اليوم في ديالى اللي يحترفون هذه الحرفة. الفخاريات تستخدم بالعراق بمجال زرع الشتلات بالنسبة لأصحاب المشاتل، وكذلك كمزهريات وتحف منزلية. خلونا نتعرف على عائلة الكواز وصناعة الفخار والمراحل اللي مر بها. يشرف على العمل ويقدم النصائح الأولادة تارة، ويشتغل بإيده تارة أخرى. حسين الكواز صاحب 86 سنة يحرص على استمرار مهنته السومرية بصناعة الأكواز الفخارية اللي ورثها عن أبوه بخمسينيات القرن الماضي وورثها الأبناء لاحقاً. يعني تموني قضيت لازم يجي استملح للطين تجد عافيتي، بس استملحته أصير زين عرفت. هاي مصلحتي من أبن وجد ما أقدر أجوز منها، يبشي أسوي بعد اللي قضيت. الأكواز هي الأواني والأوعية اللي مصنوعة من الفخار، وعائلة الكواز أخذت لقبها من مهنتها، وحالياً هي العائلة الوحيدة المتخصصة بصناعة الفخاريات بديالة. صناعة يمر بيها الطين بالعديد من المراحل قبل أن يكون بهاي الأشكال النهائية المختلفة. ضربها الشمس زين عاد ندخلها للفخر، ندخلها نصفطها كلها، نسد الباب مالتها، وشوي شوي نقوم نعطيها نار ندخن بيها، بعدين ندخنها يومين، بعدين ننطيها نار حادة حتى تنفخر الحاجة، ننطيها نار حادة 13 ساعة يوم كامل، عاد ثاني يوم نجي نطلعها مفخورة فخر كامل. عائلة الكواز تفتخر بصناعة أفرادها، ويقولون إنه منتجاتهم أفضل من المنتجات الإيرانية المشابهة. هسه بالنسبة لأبو المشتل يرغب بهاي السندانة مالتنا أحسن. ليش يرغبها؟ لأن هذه مسماتها مفتوحة، القحف يبقى رطب، الشتلة ترتاح به، تبقى رطبة عليها مي. الإيراني يعني رغم ما يفيد، الإيراني المستورد ما يفيد، لأن هذا مسماته مسدودة المزجج، ما يرغب لأبو المشتل هالقد. مهند وأخوه آخر صناع الفخاريات بديالة، نتيجة توجه أولادهم إلى مهن أخرى وجدوا بيها مردودات مالية أكثر ومعاناة أقل.